في يوم السلام العالمي نقول لحاملاتي رايات السلام السلام عليكم. باسم حزب سوريا المستقبل قيادة وأعضاء، وأخص بالذكر النساء في حزب سوريا المستقبل، نبارك هذا التجمع المقام من قبل إدارة المرأة في المنطقة لشمال وشرق سوريا في جميع المناطق للسيدات نساء العشائر في المنطقة. تأكيدا من حزب سوريا المستقبل بأننا نقف وقفة واحدة إلى جانب جميع النساء في العشائر السورية في هذه المنطقة لتقول اليوم كلمتها. بالوقت الذي كانت الحكومة التركية تدعم الإرهاب بكل ما تملك من عدة وعتاد لتدمير الشعب وتهجيره، حيث جلب الإرهاب الذل والعار للشعب عامة والمرأة خاصة، ولكن بولادة قوات سوريا الديمقراطية وعزيمتها وإرادتها استطاعت أن تحرر مناطقنا. باسم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أقدم لكم أسمى التهاني والتبريكات لعقد هذه الملتقى والتي هي أول من نوعها في جغرافية شمال وشرق سوريا، ملتقى الوجهات العشائر تحت شعار المميز توحدنا انتصرنا سنقاوم النحن، التي أطلقتها مجلة المرأة في الإدارات المدنية. نعقد اليوم هذه الملتقى في مدينة الطبقة السورية، المدينة التي أصبحت بعد تحريرها مدينة للمرأة الحرة. ووجودنا هذا بهذه التجمع ومن مختلف مكونات النساء السوريات هي إنجاز وثورة بالنسبة لنا كنساء شمال وشرق سوريا. حريتنا التي اكتسبناها بفضل دماء الشهداء وعلى رأسهم الشهيدات التي وهبنا أرواحهن، لنستطيع اليوم أن نجتمع بكامل الحرية في هذه الخيام وفي هذا الموقع السوري الأصيل، لنؤكد أننا بأصالتنا بحاضرنا سنمضي قدما نحو مستقبلنا. لكم ولفعاليتكم نتمنى كامل التوفيق، ونحيي الروح السورية التي تجمعنا. دمتم ودام السلام ودامت الديمقراطية، وشكراً.